لم يكن هذا المشفى ليشكو من نقص في الإمكانات وشحة في الموارد لولا أنه المرجع الوحيد لخمس مديريات شملها النزوح من مدينتي تعز وعدن. مستشفى خليفة بمدينة التربة بحاجة إلى كادر طبي إضافي حتى لا يتعرقل المريض أو يتأخر في حصوله على الخدمة الطبية، فالضغط الحاصل على مدار الساعة يرهق الكادر الموجود في ظل إمكانات شحيحة لا تتناسب إطلاقاً مع احتياجات المستشفى. فلا بأس إذن أن تقوم منظمة CSSW بتوسيع الكادر الطبي واستقراره ودعم المرافق الصحية. الجهود التي قامت بها المنظمة أو الجمعية ساعدت أيضا على استقرار الكادر الطبي لدينا في المستشفى، حيث أن لدينا عدد كبير من الكادر كان من أبناء خارج المحافظة أو من محافظات مجاورة. دعم المنظمة ساهم كثيرا في استقرار هؤلاء الموظفين. المنظمة تدخلت لدينا في توسيع عدد الكادر، أيضا هم لهم ما يقارب السنة كاملة. تتأثر الخدمات الطبية وموظفوها بشكل مباشر من الصراع، فتسعى جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية إلى تسهيل وصول المرضى من المرافق الصحية للعزل النائية إلى المستشفى، كما أنشأت مركز الأمومة والطفولة بكادر متخصص يعمل بشكل متواصل لتخفيف الضغط عن المستشفى الأم. مركز الأمومة والطفولة، هذا المركز الذي يعتبر الداعم الأول والمخفف عن الضغط على مستشفى خليفة، طبعا يستقبل شهريا 1700 حالة، كان آخر إحصاء لشهر يوليو 1679 حالة في الصحة الإنجابية فقط. طبعا يستقبل عدد من الحالات الباطنية والأطفال. لا شيء يبقى غير ما تقدمه من خدمات وما تفعله من خير، فما هي الخدمة التي سيقدمها هذا المشفى لحالات الجلطات والسقوط والمصابين بالرصاص ولا يتوفر فيه جهاز الأشعة المقطعية؟ فلا يمكن علاج ما سبق إلا بوجود هذا الطبق المحوري. يواجه مستشفى خليفة العام بمدينة التربة تحديات كبيرة ومصاعب كثيرة، ويفتقر لأهم الأجهزة التشخيصية، فتسعى جمعية الإصلاح الاجتماعي الخيرية للتخفيف من هذه المعاناة عبر دعمها وتمويلها للمرافق الصحية في هذا المشفى. من قلب مدينة التربة، عمر المقرمي، يمن شباب، تعز.